اليوم هو انك تغني بغاز الهيليوم بلا ما تطيحي فوس نوت وردي البال. عندك جوج ديال الدقائق. ايوا ورينا حنت صوتك. دنيا باطمه كنعرفوك انت كيشدك دغيا الفوغيغ وهي كتضحكي. حنا عندنا هاد الهيليوم هنايا واخا نشرح هاد القضيه للناس اللي كيتفرجوا فينا، لان شحال من واحد كيتلاقاني في الشارع وكيقول لي راني شريت نفاخه واستنشقتها وما خرج الصوت. راه هذا واحد الغاز كيكون هنايا كنديروه حنا في هاد النفاخات. ما عليناش، دابا انت دنيا الدور ديالك هو انك كل نفاخه تستنشقيها وتحاولي ديري شي موال ولا شي اغنيه، ولكن التحدي عندك هو انك ما تضحكيش وتحافظي على الصوت ديالك وعلى النبره ديال الصوت. صافي يلا بداو بالغوص. يلا يلا سقوا على دنيا باطمه. يلا حاولي تستنشقيها. يلا يا ليلي يا ليلي يا ريح حرام عليك تستنشقي. ومن الشوق رسول بيننا. يلا يلا كلشي كلشي. هل رأى الحب سكارى؟ هل رأى الحب سكارى؟ سكارى مثلنا. دنيا ما خصكيش تضحكي. شي حاجة طربية. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. برافو. الحب لا تحلو وسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. تفيق أزهر على دنيا باطمة. دنيا هذا فرحت حنت. أنا فرحت حنت كنتي معنا اليوم. فرشيت شو بصراحة عزبتيني. دنيا كلمة أخيرة للجمهور اللي كيبغي يخدم الكاميرا، شنو تقولي لهم؟ أول شيء شكرا لكم على الاستضافة، شكرا للدوزام على هذه الالتفاتة الطيبة، شكرا للجنود الخفاء اللي كيساهموا في نجاح هذا البرنامج، شكرا على الجمهور الرائع. و تحية لكاع الجمهور اللي كيشاهدونا في ديورهم، تحية الجالية المغربية اللي كتشاهدنا، كنبغيكم بزاف بزاف وإن شاء الله تشوفوني دائما عند حسن ظنكم، واللي ما كيبغيش دنيا باطمة واللي كيبغيها كنقول لهم شكرا بزاف وإن شاء الله نكون دائما في تألق. شكرا لكم. باي باي.